انا بغيت حاجه واحده، هذوك الفلوس اللي دخلوا للمكتب، الملاير اللي دخلوا للمكتب ولا الملايين، انا بغيت يتشراو لعاب، حيت الراس راس الماضي عاود على خويا. واش اخبارك هادشي اللي وقع في الراجا دابا؟ في اخبار هادشي اللي وقع في الراجا، وتنتمنوا ان شاء الله يكون خير مع هذا الرئيس الجديد اللي غادي ترشح الرئاسة الرجاء فريق الرجاء البيضاوي، ونتمنوا منه الخير. اخويا هاد الايامات وانا كنسمعوا كاين شي مشاكل في مكتب ديال الرجاء، يمكن الرئاسه غتبدل وداك الشيء غيبقى في مدينه اخرى قبل الفريق واتزم. كنشهدوا فهمتي بان الرجاء غادي في واحد ستاتيستيك اللي ماشي تالي. هادشي اللي غيدافع عليه هو الجمهور، غيدير لهم بحال الاحتجاج اللي طرا داك العام في الوزيز. انا كوداد كنقول الجمهور هو اللي يقدر يدافع على الفرقه. بالنسبه للشيء اللي وقع في الرجاء، كنعرف بان غيكون واحد التغيير على مستوى فريق الرجاء البيضاوي، وكان مزيان يكون هذا التغيير هذا، انا مع التغيير هذا مزيان يكون ويجيب واحد النفس جديد اللي يعطي الرجاء البيضاوي كما كاين انفس جديده عاطي الفرق اخرى. بطبيعه الحال متابع وعارف كل شيء، الحمد لله كل شيء متابع، كاع الرجاويين متابعين وهذا الحمله اللي داير البدراوي، وان شاء الله يكون خير. الروينه نايضه من بعد ما تباعوا اللعابه بحال هكا الرحيمي فاش مشاو كاع تقريبا كاع اللعابه اللي مشاو فاش مشاو راه ناضت البلبال، انا بقات لا فرقه لا والو بالروج والو. بالنسبه لك انت واش هادشي اللي توقع في الرجاء تغيير تاع الرؤساء واش شي حاجه مزيانه ولا ماشي مزيانه؟ لا خويا صراحه ماشي مزيانه، نقول لك علاش. حيت نادي الوداد الرياضي كنا شحنا في واحد الفتره كنا كنشاهدوا تغيير الرؤساء، كان اكرام هذا من جا سعيد الناصيري، وانا كنشاهدوا فريق الوداد غادي في واحد ستاتيستيك مزيانه. حنا ثلاثه العصبات دينا مع ماتش خمسه البطولات، فهمتي الرئيس من خصو يجي الراجا، خصو كان اولا كيحب الفريق، خصو يكون عارف بان الجمهور ديك التمره اللي كيضرب على الفريق خصو يحس بها، ماشي غيجي غياكل فلوس الفرقه وغيتفلى على الجمهور يقول لهم صافي بسلامه. هادشي اللي بحال اللي كتشاهد مثلا في نادي الاهلي محمود خطيب كيحب الفرقه كيمشي الفرقه فين ما بغى، عاد كتشوف دابا الاهلي كيولاو وخسروا النهائي وبقاو كيحبوا النادي الاهلي، ماشي داك الشيء. اولا الا بغيتي تشد الراجا خصك تكون كتحب الفرقه. كندوي على الراجا والوداد، راه شاهدنا اخطاء مع الوداد في 2020 مع سعيد الناصيري، ومن جا الجمهور دافع على الوداد والبلاغات وهذه ديك الساعه الوداد جمعوا راسهم. انا كتجيني الجمهور هو اللي غيدافع على الفرقه. خاص يكون التغيير حق على مستوى الفرق، على مستوى الاداري ديال الفرقه الرجاء البيضاوي، حتى على مستوى اللاعبين، حتى بالرجاء هذا الرجاء فريق الرجاء البيضاوي هذا الاسم كبير، وخصو شنو نقول لك، خصو اليات يكونوا في المستوى ديالو كما خلاو الناس الاولين واحد خلاو هذا الاسم، خصو يحافظوا عليه على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الاداره. انت بالنسبه لك واش بدراوي قادر يحل المشاكل تاع الرجاء ويحقق مع الالقاب اللي تنتظروا للجماهير؟ وكنتمنوا من الله، انه يكون قادر على هذا الشيء، ويكون ان شاء الله يزيد بالسفينه لقدام. المطالب ديال الجمهور كانت انه يجي شي راي جديد بمكتب جديد، ما بغيناش نبقاو نشوفوا الاوجاع، حيت شي خمس سنين ولا ست سنين كنبقاو نشوفوا نفس الاوجاع ونفس المشاكل نفس هذاك الشيء. والحمد لله السيد كيف ما كنقولوا واقف ماديا، وان شاء الله يكون، حيت مع نقدر نقول لك المشاكل ديال الاخر هي انتدابات، ملي ما الفريق ملي ما كيكونش كيدير انتدابات كيكون مشكل، واخا كتكون تسييريا عندك الكفاءات، ولكن النتائج ملي كتكون النتائج راه كيكون داك الشيء اللي كاين، كيكون الفريق غادي مزيان. تنعرفوا عليه بانه هو مؤسس ومدير شركه كبيره في المغرب ديال اوزون، ديال جمع النفايات هنا في ربوع المملكه، وعنده عاوتاني على مستوى الافريقي. نتمنى خير ان شاء الله. هو دابا عطى سميتو البروغرام ديالو ديال الترشيح، وكنتسناو منه غادي يدير ندوه ان شاء الله غدا. قال لك عطى الوعود الصحافه يمشي انهم يلتحقوا ويديروا معاهم ندوه صحافيه ويقدم البرنامج ديالو، ونشوفوا عاوتاني اش غادي يقول عاوتاني. المهم تنتمنوا ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله معاه، يعني من ناحيه الطريقه باش كيهضر وداك الشيء كيبان بانه يعني تيعرف شنو باغي الجمهور واش كيتسنى منه باش يقدم الاضافه للفريق ويزيد بها لقدام ان شاء الله المستوى الافريقي ومستوى المحل. انا بغيت حاجه واحده، هذوك الفلوس اللي دخلوا للمكتب، الملاير اللي دخلوا للمكتب ولا الملايين، انا بغيت يتشراو لعاب، حيت الراس الماضي عاود عليها. يعني راه فرقه، يعني راه فريمون فرقه ديال بصح، خاص غير اللعابه، خصنا اللعابه، ما عندناش لعابه. وي عندنا حنا عندنا لعابه ديال ليكول، يعني اللعابه كتلعب عندنا من ليكول. الا جيتي تشوف دابا الفرقه ديال دابا ديال الرجاء راه ما نديرو بها والو، الصراحه راه ما نديرو بها والو. خاص المكتب بعدا يتجمع، الرئيس قالوا غيجيبوا رئيس جديد، خاص الرئيس يشري لعابه حيت راه كاينين فلوس، الفرقه الرجاء عندها الفلوس،
الرجاء الفلوس اللي عندها خصها تشري اللعابه ان شاء الله يكون الخير. سواء كان البدراوي او كان غير البدراوي اللي غيدخل لفريق رجاء البيضاوي خصو يعطيه كل ما عنده باش يوصل باش يبقى محافظ على الاسم ديالو، ولو انه ما يوصلوش ولكن حافظ على الاسم ديالو، يبقى واحد يبقى ف ف ف عطوا واحد يبقى واحد الصوره جميله للناس اللي كيحبوا فريق رجاء البيضاوي بكل روح رياضيه بدون تعصب.